التالي حلقة خاصة. في مناسبة هي الأولى من نوعها تم تنظيم يوم للاحتفال بالغابات وهو يوم الدولي للاحتفال بالغابات، تم تنظيمه من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة الفاو. كاميرا قناة مصر الزراعية شاركت الاحتفال والذي أقيم بغابة الصداقة المشتركة بين مصر واليابان، فإلى فعاليات هذا الاحتفال مشاهدينا. مشاهدينا القناة دلوقتي مع الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. أهلا بك مع الوزير. أهلا بك عاصم. مع الوزير، يمكن النهاردة هو يعني أول مرة الاحتفال باليوم العالمي للغابات، شعور حضرتك بهذا الاحتفال وكيف ترى مثل هذه الاحتفالات والتعاون المشترك بين مصر واليابان للتنمية والنهوض بزراعة الغابات؟ الحقيقة يعني ده موضوع في غاية من الأهمية، الغابات وزيادة المساحة الخضراء ده من الأشياء اللي تهتم بها كثيرا من الدول وخصوصا الدول المتقدمة منها، لأن ده بيوفر حياة صحية للمواطن يقدر يعيش فيها، مما ينعكس عليه إيجابيا في تقدمه وتقدم البلد اللي فيها مساحة خضراء كبيرة من حيث الأداء الجيد في العمل، من حيث تقدم الإنتاج، من حيث كل الكلام. الحقيقة أنا كنت حريص اليوم أن أنا أحضر هذا الحدث علشان نوجه رسالة للمجتمع، نقول لهم أن يعني وزارة الزراعة تهتم كما تهتم بتوفير الغذاء أيضا تهتم بتوفير حياة صحية يقدر يعيش فيها الإنسان في وسط مساحة خضرة كبيرة. المساحة الخضراء والغابات والتشجير والكلام ده الحقيقة مفيد لنا من عدة نواحي. أولا إحنا بننتج ما يقرب من 6 مليار متر مكعب مياه صرف صحي، بيعالج منها حوالي 2.5، بتستخدم في عملية الغابات والأشجار. إحنا يجب أن إحنا تكون خططنا المستقبلية نزيد الكمية المعالجة لهذه الكمية من مياه الصرف الصحي بحيث نقدر نستفيد منها في الحصول على غابات وعلى بعض النباتات اللي بتستخدم في الوقود الحيوي، في نفس الوقت نتخلص من مشكلة المياه الصرف الصحي اللي قد تؤثر سلبا على مخزون المياه الجوفية اللي موجودة عندنا، وفي نفس الوقت أيضا بنلاقي فرص عمل وبنحصل على فائدة من الأشجار والأخشاب اللي احنا ممكن نحصل عليها. يمكن يا فندم الحياة وزارة الزراعة يعني لها باع كبير وهدفها الرئيسي هو النهوض بقطاع الزراعة، الدور أو الدعم اللي بتقوم به وزارة الزراعة للنهوض مثل هذه الزراعات، وخاصة أن يعني الغابات لها دور مهم جدا وقيمة اقتصادية ليست فقط داخل مصر ولكن قيمة عالمية، الدعم اللي تقوم به وزارة الزراعة للنهوض بهذه الزراعة. لدينا الإدارة المركزية للتشجير وهي معنية بإقامة مثل تلك الغابات والمساحات الخضراء، وأيضا يعني بندعمها فنيا أن كل الدورات التدريبية سواء محلية أو خارجية بنرسل المختصين بتوعنا يتدربوا فيها، بندعمهم ماديا بكل ما يستطيعوه، ندعمهم معنويا بأن حضورنا مثل تلك يعني المناسبات بحيث أن هي بتدي دعم وتشجيع للعاملين في هذا المجال، كل ده بنقوم به. أيضا بندعمها أن احنا بنتصل بكل الجهات المعنية أو المتقدمة في هذا المجال على أساس أن يكون في تبادل بيننا وبينهم للخبرات اللي هي ننقلوا خبراتهم لنا وننقل بعض خبراتنا لهم. يعني ده كتبتنا في مؤتمر في تركيا في هذا الموضوع، أعتقد في مؤتمر عالمي آخر سنشارك فيه مصر بحيث أن احنا ننقل الخبرة العالمية في هذا المجال اللي احنا محتاجينه كثيرا في المرحلة القادمة. يمكن دي يا فندم أول زيارة لمسؤول للغابات الصداقة المصرية واليابانية، شعور حضرتك النهاردة وأنت بتزور وتطمئن على الغابات في مصر؟ أنا أولا سعيد بأن ده يحصل بالزيارة، وده أنا
عايز أوجه منه رسالة لأي مسؤول إن ده يعني موضوع في غاية من الأهمية، اللي هو توفير بيئة صحية للمواطن المصري يعيش فيها، ليست فقط يعني السياسة والأشياء الأخرى هي كل شيء يحتاجه المواطن المصري، لكن إحنا بنقول للمواطن المصري إن في ناس تانية بتشتغل أيضا لتوفير حياة صحية إنه يعيش فيها، إلى جانب الأشياء الأخرى اللي هو يعني قد يعاني منها، فإن شاء الله بنخفف عنه. دلوقتي مشاهدينا مع السيد مجاهد عاشوري مدير المكتب الاقليمي لمنظمه الفاو بمسألة بحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. يمكن النهارده يعني اول يوم الاحتفال باليوم العالمي للغابات، وهذا اليوم قائم على الشراكه المصريه اليابانيه لتنميه الغابات المصريه ودعم مثل هذه الغابات، طبعا لانها تلعب دور مهم جدا في الاقتصاد. كيف ترى اهميه مثل هذا الاحتفال؟ شكرا جزيلا. انا ممثل الفاو لدى جمهوريه مصر العربيه، وزي ما موجود ونحتفل اليوم، هو الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت أنه يوم 21 مارس أذار يكون هو اليوم الدولي للغابات على مستوى العالم. الحمد لله اليوم في مصر احنا نحتفل باليوم، وهذا أول مرة، لأنه اليوم 21 مارس نحتفل به كأول مرة، وربما الاحتفال مميز لأنه نحتفل به مع عديد المتدخلين من قطاع خاص، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وبعض المشاريع. المهم ربما في المشاريع هذه أن الفاو قامت بمشاريع من مدة في عديد الميادين الخاصة والمرتبطة أساسا بالغابات في مصر، وربما نحن اليوم في مكان اللي هو مشروع أو للغابات اللي هو للصداقة اليابانية المصرية، لكن في مشاريع ثانية مباشرة تحت تنفيذ منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة. خلينا نتكلم برضو أكثر عن يعني هذه المشاريع، يعني ما الدور اللي تقوم به منظمة الفاو لدعم مثل هذه المشروعات؟ يمكن المشروع ده مهم جدا، يعني هنحس بأثاره أو نتاجه على مدى بعيد أو زمن بعيد. طيب فعلا، هو أولا عندما نتكلم بصفة عامة، الغابات لها دور مهم ومميز في محاربة التصحر أو التخفيف من آثار التصحر، وخاصة منطقتنا، منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي معروفة بالتصحر. الغابات لها دور أيضا في المحافظة على التربة بصفة عامة، والمحافظة على الإنتاج وتحسين الإنتاج. طبعا الغابات فيها استعمالات مباشرة للمواطن، للاستعمال الخشب وللبناء وللعديد من الاستعمالات. ربما الآن أنه في مصر فيه توجه لاستعمال الغابات، ولربما الاستعمال اللي نسموه احنا treated wastewater أو المياه المستعملة، هذه ربما للتشجير أو للغابات في مشاريع كثيرة زي ما قلت لك، وخاصة الآن في مشروع إقليمي في الموضوع ممول من الإيطاليين لربما انتشار، أو زي ما نشوف الآن هو هذا مكان، لكن المعروف أن ربما الاتجاه إن شاء الله فيه رؤية مستقبلية للتوسيع ولربما إنتاج أكثر منها. هل هناك مشاريع مستقبلية ستقوم بها منظمة الفاو في المستقبل؟ طبعا هو في مشاريع، يعني إذا عندما نتكلم على المشاريع الغابات أو الاستعمال الغابات، طبعا الآن في مشاريع ذات أولوية ربما نشتغل فيها الآن، وربما عندما نتكلم حتى في مشاريع ثانية ذات ربما عناوين أهم توجد فيها قطاع أو مكون الغابات موجود خلال هذه المشاريع. والمهم كمان أنه فيه تكوين أخصائيين المصريين عن طريق البرامج الموجودة حاليا، عن طريق من خلال منظمة الأغذية والزراعة المتحدة.
مشاهدينا القناة دلوقتي مع دكتور سيد خليفة رئيس الإدارة المركزية للتشجير. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكم وشرفتونا وسعداء بيكم معنا النهاردة. أهلا بك يا دكتور. أولا بالف مبروك على الاحتفال، وعايز حضرتك تطمني بقى على الغابات في مصر ومستقبل الغابات في مصر. والله إن شاء الله بإذن الله مستقبل الغابات في مصر للأفضل. إحنا عندنا مساحات حوالي 11,000 فدان، نتطلع خلال السنوات القادمة أن احنا نزيد المساحات المزروعة بالغابات لأن لها فوائد متعددة. كل الغابات بتقام على مية الصرف الصحي المعالج، بتقام في مناطق صحراوية، بتوفر فرص عمل لسكان كتير وعدد كتير من السكان، وده الهدف من إقامة مثل هذه المشروعات التنموية. طيب الغابة اللي احنا فيها هي دي يعني شراكة أو غابة الصداقة بين مصر واليابان، حضرتك يعني كلمنا عن الغابة وأهميتها هنا يا فندم، ومتى أسست والهدف اللي بتسعى ليه هذه الغابة؟ غابة الصداقة المصرية اليابانية دي بدأت سنة 1995 وبدأت في هذه المنطقة لأن المنطقة دي كان فيها غابة متحجرة في العصور الماضية، وبالتالي كان إصرار الشباب المصري في ذلك الوقت على إنشاء غابة مزروعة مكان الغابة التي اندثرت، وبدأت بمعسكرات شباب في هذه المنطقة في 1995 واستمرت، ثم أتت الحكومة اليابانية كرمز للصداقة المصرية اليابانية للتعاون في زراعة الأشجار، وطلاب المدارس والجالية اليابانية المقيمة في القاهرة تقوم بزراعة أشجار من الحين للآخر. دكتور يمكن دي أول زيارة المسؤول لهذه الغابة، ماذا تقول أو يعني كيف ترى أهمية زيارة الدكتور صلاح عبد المنعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمثل هذه الغابات؟ والله هو اهتمام من الحكومة المصرية ممثلة في شخص معالي وزير الزراعة وإصلاح الأراضي، لأن الغابات أصبحت ضرورة، العالم كله مهتم بيها، وبالتالي احنا بنتقدم كعاملين في قطاع التشجير بالشكر للدكتور صلاح لأنه أول وزير يزور الغابات الخشبية المزرعة في مصر منذ 15 عام. قاعد دلوقتي مع دكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعة. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، وبرحب بقناه مصر الزراعيه في هذا اليوم العالمي للغابات. يعني اهلا فندم، يمكن النهارده اول احتفال يقام للغابات وهو اليوم العالمي للغابات، كيف ترى اهميه هذا الاحتفال يا فندم؟ انا برى هذا الاحتفال اولا طبعا بمناسبه عيد الام، فبنقول متزامن مع عيد الام 21 مارس، بنقول لكل ام كل سنه وهي طيبه، وايضا بنتمنى لمصر التوفيق والامن والامان ان شاء الله. طبعا هو يوم الغابات العالمي ده اول يوم بنحتفل فيه، وطبعا بنحتفل به في الواقع وبنشوف مدى اهميه هذا اليوم. طبعا موضوع الغابات ده موضوع مهم جدا نظرا ما يحدث حاليا في تغيرات في المناخ، وانا بعتبر ان الغابات الشجريه هي الرئه التي تنقي وتمنع اي تلوث موجود، وفي نفس الوقت بتحافظ على المناخ نظرا ان هي بتغير من الوضع المناخي وبتاخد اي تلوث من اول ثاني اكسيد الكربون. واحنا عندنا قسم الاشجار الخشبيه في معهد بحوث البساتين في تعاون شديد مع الاداره المركزيه للتشجير في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت دي ثروه قوميه، وفي نفس الوقت ان احنا لما بتزرع اشجار، على فكره انت لما بتزرع اشجار لها قيمه اقتصاديه ولها مردود اقتصادي فيما بعد، دي ممكن مع الاحلال والتجديد ده هتبقى ثروه قوميه وتعود عائد لمصر ان شاء الله. يعني دكتور عبد المنعم، يمكن احنا الغابه اللي فيها ومزرعه الاشجار اللي احنا فيها دي هي غابه الصداقه بين مصر واليابان. تمام. هل ممكن نرى في المستقبل صداقات او يعني غابات قائمه على صداقات بين مصر ودول اخرى؟ في غابه برضو بين مصر والصين، وفي يعني في القريب في بعض الدول الثانيه بيبقى في تعاون وصداقه بين الغابات، وبين بيبقى حضرتك بتبادل الماده الوراثيه من هذه الاشجار اللي تتناسب مع الجو بتاعنا واللي بتتناسب مع الجو بتاعنا، يعني ففي تعاون جامد جدا وجيد جدا مع جميع الدول من خلال هذا الموضوع. يعني اهميه زراعه الغابات والدور اللي بتلعبه بعد ذلك في المستقبل، يمكن الغابات لها قيمه اقتصاديه، وحضرتك زي ما ذكرت انها يعني بتعالج التربه وتعالج التصحر، اهميتها في المستقبل وكيف تفيد مصر يا فندم في الفتره القادمه؟ مصر انت شايف التغير المناخي وشايف الاحتباس الحراري نتيجه ما ناتج من الصناعه، وبالتالي وجود هذه الغابات دي بتعمل لك فلتريشن للجو، وبالتالي بتمنع اي تلوث، وفي نفس الوقت بتحافظ على الخضره نفسها، يعني بتدي للعين رؤيه وبتدي احساس بالراحه للشخص نفسه، فبالتالي يعني زراعه الغابات دي مهمه. واحنا عندنا يعني في كثير، يعني في على الطريق الدائري في مشروع دلوقتي اللي هو مشروع الغابات، في حوطان
القاهرة الكبرى يعني في تحرك جامد من الإدارة المركزية للتشجير مع قسم الأشجار الخشبية مع بحوث البشر. يعني إدارة زراعة الغابات في مصر في تقدم إن شاء الله، نطمن يعني إن شاء الله بنحافظ. أصل ده شيء زي ما أنا قلت لك في بداية كلامي إن هو ممكن يبقى ثروة قومية تعود علينا بمرور اقتصادي كده. مشاهدينا القناة دلوقتي مع دكتورة منى محرز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية. أزرع أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك دكتور. يعني هو يوم جميل النهاردة، اليوم العالمي للغابات، ويمكن احنا النهاردة متواجدين في غابة الصداقة المصرية لبنان. شعور حضرتك وكيف ترى أهمية مثل هذه الغابات في مصر؟ هو النهاردة يوم جميل، يوم عيد الأم، كل سنة وكل الأمهات بخير وبصحة. الحاجة الثانية يوم العالمي للغابات، ودي الحقيقة دوليا بيحتفلوا النهاردة، ودي الأول مرة على مر العصور انهم يحتفلوا باليوم العالمي للغابات. لما وجد من أهميتها في أن هي طبعا زي ما أنت شايف إحنا في منطقة صحراوية، كل ما يكون منطقة صحراوية وتقلل فيها نسبة الخضرة ده بيعمل تصحر أكتر، فكل ما بتزرع كل ما بتساعد على أن تمنع التصحر في المناطق. طبعا إحنا بالنسبة لنا مصر معظمها أرض صحراوية، وبالتالي إحنا كل ما نزود الخضرة ده بيأثر تأثير إيجابي على الجو وعلى نقاء الجو، وبالتالي دي حاجة مهمة. البايو دايفيرسيتي اللي هو الاختلاف التنوع للمزروعات بيأثر تأثير إيجابي. وزي ما حضرتك شايف إن الفاو النهاردة بتحتفل معنا، معالي وزير الزراعة برضو إدى أهمية كبيرة لموضوع الغابات، ودي حاجة يعني مهمة لازم كلنا نعتني بيها. الغابات ليها طبعا بتديك المية الملوثة أو المية الصرف الصحي، لما بيتعالج بيبتدي يستخدموه بدل ما يلوث المياه المجاري، المياه الجارية بتاعتنا بتاعت الري أو للشرب، فبالتالي بيستخدموها في استزراع الغابات، ودي حاجة مهمة جدا. والحقيقة النهاردة الغابات بتستزرع برضو لأن تنتج الطاقة زي الججوبة، بعض النباتات المختلفة بتتزرع وبالتالي تبقى مصدر للطاقة. الحاجة الثانية ودي يمكن هنبقى قريب إن شاء الله لينا تعاون دولي مع الصين، هنعمل دود الأز وبالتالي نقدر ننتج الحرير في مصر عن طريق زراعته أو تواجده في الغابات. الحاجات دي كلها بتدي عائد اقتصادي للمواطنين وفي نفس الوقت بيحافظ لنا على البيئة الزراعية اللي موجودة. دكتور ممكن الغابة اللي احنا موجودين فيها هي غابة الصداقة المصرية اليابانية، هل بعد يعني ممكن نرى في المستقبل غابات صداقات بين مصر ودول اخرى لدعم زراعه الغابات لما ليها من اهميه اقتصاديه؟ فالحقيقه احنا بندعو البلدان لذلك، واحنا فعلا عندنا غابه تانية، الغابه المصريه الصينيه، برضو هم الحقيقه مهتمين ودي حاجه كويسه. مشاهدينا نقلنا لحضراتكم فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للغابات. هذه المناسبة هي الأولى كما ذكرت لحضراتكم، وتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة ومنظمة الفاو. هذه الاحتفالات التي أقيمت بوادي النطرون بغابة الصداقة المشتركة بين مصر واليابان. أراكم في تغطيات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.